بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس هي الآن الهدية التي حبيتني بها؟ أوليس العظيم لا يسترجع العطايا؟ أعد إلي ولدي، أعد إلي ولدي يوسف. اللهم رد علي ولدي. فليحرسك الله يا بني حيثما كنت، لا ريب عندي أنك حيث.
حي ترزق. أعيد الكرة وأسأل أولادي من جديد عما صنعوه بأخيهم، فعسى أن يثوبوا إلى رشدهم هذه المرة ويصحوا عما جرى. وكيف لك أن تكون واثقا من أن يوسف حي؟ أولا، قميص يوسف الذي لم تمزقه أنياب الذئب، وثانيا قلب سليم خصني به الله. لا بأس، سأفاتحهم بالأمر ولو أنني فاقدة الأمل. عسى أن يصفح عنهم ويغفر معصيتهم. لم نرى ذلك بأم العين، ونحن واثقون أن الذئب قد فتك بيوسف. قلت ذلك مرارا. أنتم كاذبون ولو كررتم هذه الكلمات. ليتكم لازلتم صغارا حتى أجلدكم بالصياط فتسود جلودكم. إذا كان الذئب قد فتك بيوسف، فلماذا لم يمزق قميصه؟ لا علم لنا بذلك، لقد صار الأمر لغزا وقد أعيتنا الحيلة في تفسيره. ألعنكم فردا فردا، يا لكم من كاذبين. الذئب لم يفتك بيوسف، بل ذئاب الإنس فعلت ذلك. ذئاب الإنس فعلت ذلك. أسأل الله أن يثوبوا إلى رشدهم قبل فوات الأوان. من منكم يدفع أكثر؟ إنها من يدفع أكثر؟ قلت لك ذلك. سنفتح المزاد. هيا. إن لم تدفع ثمنها 100 دبن فلن أعطيك إياها. هيا ارحل. أي عبد تقصد؟ عبد قوي البنية ليعين. وأنا أيضا أبحث عن عبد مناسب. إذا هيا بنا إلى ذلك الجناح. هيا بنا، هيا بنا. هلموا. اشتد العبد ثمنه باهظ. 150 عملا. يقلدون الزراعة ورعاية الأباعر. لكننا سوف نشتريه. لنبحث عن غيره. إنهم يجيدون الزراعة ويجتهدون في العمل. هلموا إلي. إنهن إماء مطيعات. هلموا إلينا. إنهن يجدن الطهو والعناية بالدار. اسمعوني جيدا، إنهم يعملون في خدمتكم سنوات طويلة. انظروا إلى هذا العبد، إنه قوي البنية. 250 دبنا. 250 دبنا. ليتكم أملكوا مالا لاشتريت عبدا لزوجتي. ما الذي تبيعه يا ترى؟ 300 دبن. 300 دبن. من يزيد؟ مالك، إياك أن تبيعه. إن قلبي لا يطاوعني على بيعه أيضاً.
ألم ترى بنفسك كيف أنه يطوق لكي يباع؟ أرجوك قل لي كم سعر هذا الغلام؟ لست نخاسا والعلم لي بفنونهم، لكنني أعلم أنه غلام فطن حسن الوجه والعلم. لن أبيعه بثمن بخس، فما أكثر الفنون التي يجيدها والمعارف التي يحويها. يسعه أن يكون خادما لمعبد الآلهة. ما رأيك به؟ وإذا ما صار كاهنا في المستقبل سيشد الناس بحسن وجهه إلى المعبد. حاول أن يكون من نصيبك. هل أبدأ بخمسين دبنا؟ خمسون دبنا موافق؟ لكن ثمنه يفوق ذلك بكثير. مئة دبن. تطرحون ثمنا زهيدا لقاءه، من يجرؤ على أن ينفق فيه ما يليق به؟ هؤلاء عبيد يأكلون قليلا ويعملون كثيرا. ما هذه الأسعار الخيالية؟ اهدأ أنت، انظر إلى هذه الأمل. تعال وعين هذا العبد. لا بد أن أثني على حسن اختيار الموقر بوتيفار، لقد اختار المكان الأمثل والأنسب لشراء العبيد. مرحى بقدومك سيدي، أتمنى أن يعجبك هذا العبد يا سيدي. صدقني هذا العبد ينجز عمل فرسين. ما قيمته؟ 200 دبن. هذا العبد الآخر وديع كالنعجة. لن أدفع أكثر من 100 دبن. سيدي الموقر، هؤلاء العبيد يستأهلون أكثر من ذلك. ما رأيك في أن ندخل بالمنافسة؟ لننتظر ونرى ما سيفعله الحاكم. لا أظن أن أحدا ينافس الحاكم. إن هذا الفتى يساوي الكثير. 250 دبنا. لا تحزن يا يوسف، هؤلاء يشترونك اليوم، ولكن ستحول الأحوال عليهم فتشتريهم أنت عن آخرهم. ما الذي يريده هؤلاء مني؟ لماذا تجمعوا هنا؟ الجمال مكنون في ذوات الجميع، لكنه لا يبصر بالعين. أما أنت فقد فاض حسن جوهرك على وجهك، وهؤلاء المشدوهون إنما وقفوا يعاينون الجمال الذي أودعه الله في قلوبهم. لماذا يطوق هؤلاء لشراء وجه الحسن دون أن يعيروا اهتماما للجمال الذي في داخلهم؟ لابد لهم من عين بصيرة ليروا حسن بواطنهم، لكنما جمال نفسك الذي تجلى في حسن وجهك يرى بعين البصر. وهؤلاء القوم لهم أعين يبصرون بها، لكن بصيرتهم عميت عن رؤية الجمال الحق. كأنما تقول لي إنني وهؤلاء سواسية، لو أنهم كانوا قد فطنوا إلى الحسن الذي في قلوبهم لما رغبوا في شرائي. هؤلاء من حيث لا يعلمون إنما يتوقون للقاء ولي الله وليس يوسف بن يعقوب. إن شوقهم إليك مثل شوق الملائكة لآدم أبي البشر. هل سمعت يا يوسف؟ 250 دبنا. زد عليه. 250 دبنا. 300. 300 دبن. سأبيعه ب300. 300. 300 دبن. 380 دبنا. ارفع السعر. 400 دبن. إنه جدير بأكثر من ذلك، من الذي ينفق في هذا العبد الثمن الذي يليق به؟ قال 400؟ إنه مبلغ كبير أليس كذلك؟ إنه عبد قوي البنية يستطيع أن يجر المحراث كالثوب. خذ هذا أيضا. هنيئا لك بهم. هؤلاء العبيد الثلاثة ثمنهم 600 دبن. إنه مبلغ زهيد.
50 دبنا. يستاهل اكثر، يستحق ان يدفع فيه اكثر من هذا. اسمعوني جيدا. مولاي، هؤلاء من اجود العبيد. ادفع له 300 دبن. يستحق ان يدفع فيهم اكثر من ذلك. لا تفوتوا الفرصة، هل منكم من يشتري هؤلاء العبيد؟ انظروا إليه، إنه لا يزال فتيا. انطلق. تنحوا جانبا، تنحوا جانبا، تفرقوا. أنا أدفع فيه 1000 دبن. 1020 دبنا. 1100 دبن. لقد دخل بوتيفار ساحة المنافسة، ماذا عسانا نفعل الآن؟ إياك أن تسمح له بالظفر، لابد لبوتيفار من أن يهزم هذا اليوم. سأدفع 1200 دبن. أوه. 1300 دبن. 1300 دبن. أليس فيكم من يدفع أكثر؟ ولو أن الثمن المقترح يفوق قيمة العبد 10 أضعاف، ولكن لا عليك، اسعى سعيك كي تظفر بهذا العبد رغما عن بوتيفار. أدفع 1500 دبن. 1500 دبن. أين الشاري الذي يدفع أكثر؟ هذا أمر معيب، يتكلمون كأنما يبيعون ويشترون سلعة ما. لو أنهم عرفوا هذا الولد حق المعرفة لاسترخصوا فيه جبالا من رمال الذهب القاني. ألفان. ادفع ضعفين. 3000. ثلاثة آلاف. 3000 دبن. الحاكم بوتيفار عزيز مصر وقائد جيوش هذه البلاد عرض 3000 دبن. المحترم بوتيفار عرض علي 3000 دبن. من ذا الذي يجرؤ على منافسة بوتيفار عزيز مصر؟ بورك لك يا سيدي في هذا العبد الجميل. سيدي، إنك قد ظفرت بغلام ذي أدب وكثير العلم. إنه وجه سعد ويمن وخير وبركة. لقد بيع هذا العبد إلى الموقر بوتيفار. انطلق. أجود العبيد، إن أجود الإماء والعبيد عندي أنا. Thank you.
استدعوا إلي زليخة. من أين ظفرت بهذه الجوهرة الفريدة يا عالي المقام؟ اشتريتها بثمن يفوق السحاب. أياً كان الثمن الذي أنفقته فيها فهو يسير. حري بذاك الأحمق الذي يزهد بجوهرات كهذه فيبيعها أن يطمر في جوف الثرى ويجاور الموتى. الخلق تبيع الجواري والعبيد لتظفر بالذهب، لكن هذا النخاس الجاهل باع جوهرة بحفنة من تراب. يا له من خاسر. هذا من كرمك، فأنا لست أكثر من عبد. مرحا بورودك إلى قصر بوتيفار يا ولدي العزيز. أشكرك يا عالي المقام. اشتقت إلي وقد وصلت الآن؟ أود أن أعرف العلة التي استدعيتني لأجلها. هل تقبلين مني هذه الهدية؟ ألم يسبق لي أن رأيت هذا الغلام من قبل؟ لربما في عالم الرؤيا، أو ربما لا أعرف، لكن وجهه ليس غريبا علي. لابد لي من أن أثني على ذوق الموقر وحسن اختياره، إنه لا نظير له. ما هو اسمك؟ يوسف. يوسف. يوسف، إما أنه اسم آرامي أو اسم عبراني. بل عبراني. إذن من أهالي كنعان في بلاد الشام. إنهم قوم من رعاة الأغنام والأبقار. يوسف. يوسف. لا، أنا لا أطيق سماع الأسماء المتداولة بين القبائل الرحل ساكني الصحراء. إذا سمحت لي أود أن أطلق عليه اسما مصريا. هذا الولد هدية مني إليك، ناديه بالاسم الذي يحلو لك. أنا فعلا في غاية الشكر والامتنان لإلهي. إذا أذن لي مولاي سأقترح اسما مصريا على يوسف هذا. حسنا. إن أشبه الأسماء باسم يوسف يوزارسيف. يوزارسيف؟ لا بأس به. يوزارسيف اسم جميل. من الآن فصاعدا سأناديك بهذا الاسم، موافق؟ إذا كان ذلك يرضيكم فأنا موافق. أريد منكم أن تكرموا يوزارسيف وأن تحترموه وتوقروه، فعسى أن ينفعنا ذات يوم، أو لربما استحسنته زليخة وقررت لاحقا أن تتخذه ولدا ليصير فردا من العائلة. ولما لا سيدي، ومن عساه يكون أجدر من يوزارسيف. أرأيتن ما أجمل وجهه؟ لم تقع عيناي على غلام بمثل جماله قط. أيعقل أن يكون عبدا؟ ملامح وجهه لا توحي بالعبودية. هذه هي حجرتك، هل تعجبك؟
أشكرك سيدتي، إنها رائعة جدا. أعد ليوزارسيف كل ما يحتاجه من وسائل الراحة. اللهم لك الحمد، أن استنقذتني من العبودية والرق، وأنعمت علي بالراحة والرغد من العيش الكريم. يا يوسف، لقد مكن لك الله في الأرض وحباك بمنزلة عظمى، واستنقذك من قعر الجب ورفعك مقاما عليا، واجتباك الله دون سائر خلقه، فعلمك تأويل الأحاديث والرؤى لتكون أعرف منهم بأسراره ورموزه. لقد قذف الله نور العلم في صدرك، فصرت غنيا عن كل معلم. لك الشكر والحمد، أشكرك يا إلهي على هذه النعم. كانت صفقة خسرة يا مالك، أنت مغبون حتى ولو كنت بعتهم يوسف بأضعاف وزنه من الذهب والفضة والجواهر. كانت خسارة يا مالك، خسارة. هل تعي ما تتفوه به؟ أتذكر كيف ضللنا الطريق وسط العاصفة، وكيف بركت الأباعر عند بئر الماء المالحة؟ أكان ذلك عبثا؟ هل كان لأجل أن تصيب أنت ربحا كبيرا، أم كان لنجاة يوسف؟ أما أنا فلا ريب عندي أن عذوبة ماء البئر كانت ببركة يوسف. أما زلتم تتذكرون كيف شلت يدي عندما صفعت يوسف على وجهه؟ أنا لم أشفى إلا بدعاء يوسف ومسحة من يده. مولاي مالك، لا ريب أنك تذكر كيف استنقذني يوسف من براثن الموت. أنا أيضا لم أشفى إلا بدعاء يوسف، بلى، بدعاء يوسف لي. ببركة يوسف أصبت ربحا كبيرا وجمعت ما لا يحصى من المال، فلا ريب أنه لم يكن إنسانا كسائر خلق الله. ما ذكرتموه من المعجزات التي لا يقدر عليها إلا أنبياء الله، كيف أغفلت عن هذا كله؟ ومن عساه يكون يوسف؟ لماذا لم يطلعنا على حسبه ونسبه؟ فلتحل عليك اللعنة يا فليح، نغصت علي حياتي، كنت مسرورا لأنني أصبت ربحا وافرا، أما الآن فأنا أرى نفسي الخاسر الأكبر. الويل لك يا فليح، فأنا لم أبع عبدا، بل لعلي بعت وليا من أولياء الله أو من أنبيائه المرسلين. ألم تلحظ يا مالك كل ذلك الأدب في قوله، وكل ذلك الحلم في أفعاله؟ لما لم نرى قلبه الخالي من الأحقاد والنقية مثل مرآة جلية؟ لماذا؟ لقد كفرت بكل الآلهة المصنعة وأقبلت على الله الذي دعا إليه يوسف. سوف أعوض على نفسي هذه الخسارة، لا بد من أن أفعل شيئا. إلى أين؟ لا يسعنا أن نفعل شيئا الآن، اصبر حتى يطلع الفجر.
تعال فريق. أين هو قصر المحترم بوتيفار؟ هناك في نهاية هذه الطريق. اتبعني. هاي، ماذا تفعلان هنا؟ جئنا لملاقاة عالي المقام بوتيفار. يجب أن أستأذن القائد رود أمون. اتبعاني. سيد القائد، ثمة رجلان يودان لقاء الحاكم بوتيفار. ماذا تريدان من عزيز مصر بوتيفار؟ لقد بعته بالأمس عبدا. قل له إن الرجل الذي باعك الغلام البارحة قد جاء للقائك. سألتك ماذا تريد منه؟ قبضنا منه ثمنا يفوق الثمن الذي يستحقه العبد، وجئنا لنعيد المال. حسنا، انتظرا. ما الخطب رودامون؟ التاجر الذي باعكم الغلام البارحة واقف بالباب يطلب لقاءكم. لا تبدو مسرورا أيها العبراني. يسرني أن أكون ها هنا، ولكن يسوءني أنني عبد. وهل ترانا نعاملك كما يعامل العبيد؟ تعاملونني بما يليق بعظيم مقامكم، لكن تظنون أنكم تتفضلون علي. أحسنت، يا له من جواب حذق وملائم. أبني عليه آمالا كبيرة مولاي، إنه يجيد القراءة والكتابة. كل ما فيه حسن وجميل، إلا لسانه السليط لابد من ترويضه. فلتقر عين سيدة القصر، لأن لساني لا يقول غير الحق، ولن أتكلم بعد الآن إلا بإذن منها أو من الحاكم بوتيفار. أحسنت، هذا أفضل بكثير. من أي بلاد أنت؟ وما اسم أمك وأبيك؟ وما الفرق بالنسبة إليك سيدتي؟ فهو لا يعدو كونه بدويا يرعى الأغنام ويسكن الخيام. هل طلب أحد رأيك؟ لكن ملامح وجه يوزر سيف تنم عن أصل طيب، وأنه فرع من نسل شريف. ها هما. ما الأمر أيها التاجر؟ لعلك ندمت أو تراجعت. بلى، لا 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 لا. قبل أن أشرح لكم سبب مجيئي، أود أن أمضي ولو دقائق معدودات على انفراد مع يوسف. أريد أن أودعه للمرة الأخيرة. أنا أفهمك، فما أصعب أن تفارق شخصا ظريفا كيوزر سيف. أرشدهما إلى القاعة المجاورة ليتوادعا. أترين؟ إن قلبه لا يطاوعه على فراقه.
لقد جئت لأسألك عن اسمك وعن بلادك، ولن أغادر المكان حتى تقول لي كل شيء. قلت لك إنني ابن الله. كلا، سمعت هذا من قبل. أقسم عليك بالله الذي لا إله إلا هو أن تقول لي كل شيء ومن تكون. عليك أولا أن تعاهدني أمام الله على ألا تذيع لي سرا مما سأطلعك عليه. أعاهدك على ذلك، وأقسم بإله إبراهيم الخليل. أنا يوسف ابن يعقوب ابني إسحاق ابني إبراهيم الخليل. الويل، الويل لي. أنا وأنت أبناء عم، أنت من ذرية النبي إسحاق، وأنا من ذرية إسماعيل ذبيح الله. لا ترحمني يا الله، أي جريمة اقترفتها؟ لما بعتك يوسف؟ لا، طالما عرفت أننا أبناء عمومة وأنا لست مستاء أبدا مما جرى علي، كان قدري أن آتي إلى مصر وأباع فيها. ما جرى كله تدبير من الله تعالى، ويمهد لحادثة كبرى. ظهرت على يديك آيات، وكان علي حينها أن أفطن إلى أنك لست كسائر خلق الله، بل أنت نبي. الويل لي من بائع نبي في سوق النخاسة، سأحمل هذا العار دائما. اهدأ الآن، هيا انهض. قلت لك إن الذي جرى كان مقدرا، وجب علي أن آتي إلى مصر لكي أؤدي رسالتي فيها، وأنت كنت واسطة خير، أشكرك على ذلك جزيل الشكر. سوف أتدارك هذه الخطيئة. خذ، هذا هو صق العبودية الذي وقع عليه أولئك الفتية، لا تره لأحد أبدا. أريدك أن تنتظرني هنا، لا أود أن تسمع ما سيدور بيننا من نقاش. أنا أتقدم من صاحب المقام بوتيفار عزيز مصر بطلب العذر، لكنني مضطر أن أطلب إليكم فسخ العقد الذي بيننا. لم أعد أريد أن أبيع يوسف. أحسنت. قبل ساعة كنت أنعتك بالأحمق الذي فرط بجوهرة مثل يوزارسيف، لكنني الآن أرى أنك عدت إلى رشدك وعدت لتدرك مبلغ قيمة الجوهرة. ولكن ألم تتأخر بعض الشيء؟ توجب عليك أن تشغل فكرك قبل البيع، لقد فات الأوان. يا صاحب المقام، لن أتوانى عن أن أبذل كل ثروتي وما أملك لقاء استرداد يوسف. أرجوك لنفسخ العقد الذي بيننا. ألم تسمع ما قاله الحاكم بأنه لن يعيد إليك يوزارسيف مهما بلغت في الالتماس واجتهدت في الطلب؟ وأنا بدوري قلت لكم إنني نادم على بيعه. نحن لن نبيعكم يوسف، ولن نغادر هذا البلاط من دونه. اسمعاني، إذا كررتما هذه الوقاحة فلن أتوانى أبدا عن سجنكما. أخرجا من هنا. أنا لن أغادر القصر إلا ويوسف برفقتي. يا عالي المقام، اسمح لنا أن نسترجع يوسف. رودامون، أودع الرجلين السجن. اللهم شهد أنني وإن اشتريت يوسف لأبيعه فقد ندمت على ذلك. أرجعوه، ردوه إلي، لن أبيعه لكم. هيا ردوا يوسف إلى السجن. لن أبيعه لكم، أريد يوسف. أرجعوه إلينا، أخرجوه من هنا. يوسف إلى السجن. هيا. لن أبيع يوسف، تحضر بنفسك جيدا. هيا. يوسف لن أبيعك أبدا. حبذا لو عفى عنهما العزيز، فقد تجشما عناء الخطر لأجلي. لقد استحقا ان يعاقبا بقسوة.
أكرر طلبي. سوف أصفح عنهما لأجل يوزر سيف، فليطلق سراحهما ولا حاجة لحبسهما. يوزر سيف، ما هو سرك حتى يرضى هذا النحاس بأن يخاطر بحياته لأجلك؟ وما أدراني سيدتي، أنا لا أملك من أمر نفسي شيئا، لا حول ولا قوة لمخلوق ضعيف مثل يوسف. هكذا لم يعد لنا أي فضل على يوزر سيف، لأن ما اتفقنا عليه عاد إلينا كاملا وغير منقوص. لست ممن ينكر الجميل، سأبادلك الإحسان بما هو خير من الدينار والدبن. ما أسعدني بهذه الهدية الرائعة يا مولاي. كلمة ماما، فليستحم يوزر سيف وليلبس أجمل الثياب ثم أعيده إلينا. سمعا وطاعة. هل تنبهت إلى أنه بخلاف جميع الآخرين لا ينحني إجلالا أمامي؟ لا بأس في ذلك، سيتعلم شيئا فشيئا. أظنه يتعمد عدم الانحناء لي. أريد أن أسترجع يوسف. يوسف، يوسف، أشرف، أعيدوه إلي الآن. يوسف حرك، أعيدوه إلي الآن. نريد يوسف، لا أريد أن أبيعه، نريد أن نسترجع يوسف. أعيدوه إلي الآن. أخرجوا إلينا يوسف الصغير. لا أريد أن أبيع يوسف. أرجعوه إلينا الآن. أعيدوه إلي على الفور. لم نعد نريد أن نبيعه. لا أريد أن أبيعه يوسف. لا أريد أن أبيعه يوسف. أريد يوسف. أعيدوا إلينا يوسف. لا أريد أن أبيع يوسف. نريد أن نفسخ عقد بيع العبد. يوسف، أعيدوا إلينا يوسف. كان الحظ خليفكما، لولا وجود يوزر سيف لكنتما الآن في السجن. لا أريد رؤيتكما في الجوار، اذهبا. أنا لن أتوقف عن ذلك حتى أسترجع يوسف، سترون. حافظ على حياتك وارحل، ولا ترمي نفسك في التهلكة. بوتيفار وزوجته ليسا أحمقين على شاكلتنا حتى يفرطا بجوهرة مثل يوسف. لقد خسرنا يا فليح، خسرنا. أنت خسرت وليس أنا. أنعم الله علي فأصبت ربحا، ظفرت بأكبر ربح في حياتي. أصبت ربحا؟ كيف؟ خسرت يوسف من غير أن تحوز على شيء لقاء خسارتك، لكنني خسرت يوسف، فكان ذلك سببا ودافعا لأعرف إله يوسف فأتقرب إليه وأعبده، وعزمت على أن أنبذ الأوثان. ولقد تعلمت أيضا من مولاي يوسف عقيدة التوحيد. بلى، وحق الله أنني الخاسر. صحيح أنني بعت نبيا من الأنبياء، لكنني سأبقى نادما ألوم نفسي ما حييت. سوف أعود إلى ديار أهلي وسأشتغل بدعوتهم إلى عقيدة التوحيد. أما أنا فلن أغادر المدينة ما دام يوسف فيها. لنعد الآن إلى الخان.